مساء الخير. من بعد ما ضبطت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلية حوالي 2 مليون لتر بنزين مخبية لصالح محطات الصقر بحوش الأمرة بزحلة لصاحبها القيادة بالقوات اللبنانية إبراهيم صقر، صدر عنوان هاشتاغ صقر للتهريب نمبر 1 تريندينج على تويتر، وانتشر فيديو تحت عنوان هالفلاح الفقير إبراهيم صقر القيادة بحزب قوات الاحتكار بيوجه الاتهامات للتيار الوطني الحر وتلبيسه كل قضايا الفساد بالبلد للتغطية على فساده. هذا أسلوب تتبعه عدة أحزاب لبنانية للتغطية على فسادها. باسمي أنا هالفلاح البسيط قدامكم عم بحكي، يا شعب لبنان العظيم بشهد قدام الله وقدامكم أنه ما حدا قطع البنزين بالبلد إلا التيار الوطني الحر ووزارة النفط. بشهد قدام الله وقدامهم انه لو انا اقطع البنزين كانت العالم بمنطقه على القليل اللي فيها فروعتي تركت سياراتها على الطريق وفلت. اما العنوان الثاني اللي تصدر كمان ترندنج على تويتر هاشتاج افضح محتكر، واللي انتشر كمان العديد من الصور والتغريدات، وكان من بينهم ابرز صوره لسمير جعجع وابراهيم صقر تحت عنوان البير وغطا. كلنا بنحلم وبنتمنى حلمنا يصير حقيقة، وكيف إذا كان حلمك أنه تشوف نجمك المفضل، وكيف إذا شفته بأغرب طريقة. ما كانت تتخيل هيدي العائلة البريطانية أنه تهبط عليها هدية من السماء، وما حدا كان بيتوقع شو هي الهدية. والمفاجأة كانت النجم العالمي توم كروز اللي نزل بطيارة هليكوبتر بالحقل ببيت هيدي العائلة بينما كان بأوروبا كرمال استكمال تصوير فيلم ميشن امبوسيبل. ووصفت السيدة أليسون أنه اللي صار حلم، وقالت كان شعور رائع أنه تقابل نجمك المفضل ببيتك. وختام أخبارنا لليوم مع الفيديو اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ساعدوا فيه بسينة من بعد ما كانت رح توقع من أحد المباني بدبي، وبيظهر بالفيديو اللي انتشر بشكل كتير كبير لبسينة وهي على حفة ببناية سكنية بالطابق الثاني، وكان بانتظار أشخاص وجهزوا قطعة من القماش بالأسفل لتوقع عليها وما تتأذى. وبدوره تفاعل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مع مقطع الفيديو ونشره عبر حسابه على تويتر وكتب الراحمون يرحمهم الرحمن، فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة، من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم. هيدي كانت أخبارنا لليوم من عالمنا التاني. باي.